الجماعات الترابية القروية. أسلم الأنوار كنت ذا السؤدد وحماه ملء كل جنان بكى كل إنسان. مرحبا بكم في ليلة استثنائية، ليلة مطرزة بشواهد الاعتراف. نظرة شخصية من صاحب الجلالة نصر الله أيده، لماذا اخترنا كمؤسسة مؤسسة طنجة الكبرى؟ نرحب بكم جميعا ونشكركم على حضوركم في هذه الأمسية القيمة المتميزة. تعرفوا على أن مؤسسة طنجة الكبرى العامة للتربوي والاجتماعي هي واحد الفاعل مدني اللي كيقوم بمجموعة برامج سنوية. بعد الوقت هذا بعد نجاح رمضانية في نسخته الثانية، احنا كنطلعوا على المتتبعين ديالنا على السكينة مدينة طنجة بعد حفل التميز اللي ارتأينا اننا نضموه المتميزين في امتحانات البكالوريا. ان صراحة التلاميذ ديال البكالوريا كيعملوا واحد الجهد كبير باش كيوصلوا، خاصة التلاميذ ديال المدرسة العمومية، لان المدرسة العمومية اللي خصها يكون عندها الاعتبار. احنا كاملين بنا ولاد المدرسة العمومية، والمدرسة العمومية اليوم كتعرف واحد التطور واحد العمل جديد اللي كتنزلاته الحكومة الجديدة في شخص تحت إشراف ومبادرة من جلالة الملك نصر الله وأيده، لأن الإصلاح ديال التعليم هو واحد الأولوية عند صاحب جلالة نصر الله وأيده. لهذا فالتعليم العمومي خصو تشجيع كذلك، والتلاميذ ديال التعليم العمومي خصو تشجيع. لهذا حنا بادرنا بهذه المبادرة هذه في نسختها الأولى، واللي غيكون هذا الحفل هذا ليس بحفل أنه حفل عادي، حاولنا نحتفلوا بهم فنيا وكذلك غنعطيوهم، يعني كاين هناك جوائز قيمة اللي غتنفعهم ما بعد البكالوريا. أمي آمن. السلام عليكم، ثانية بكالوريا علوم فيزيائية، ثانوية مولاي علي الشريف، حاصلة على نقطة 17.53. أنا جد سعيدة أنني كنت هنايا وأنني نتكرم ونكرم الوالدين ديالي والأسرة ديالي سواء الصغيرة أو الكبيرة. هما كيستحقوا هادشي أكثر مني، لأنني ماشي أنا بوحدي اللي خدمت، ولكن حتى ماما خدمت معايا وبخدم معايا، وأي واحد شاركني بكلمة كنبغي نقول له بلي تاتي أنا خدمتي معايا. وشكرا بزاف لأي واحد، وشكرا لهاد الناس اللي نظموا سحر ونظموا هادشي هذا، وشكرا لكم. السلام عليكم، أنا معكم أيمن السحدي، قريت مدرسة النور الحرة وجبت معدل 18.93 وتكلاسيت اول واحد على صعيد مدينه طنجة. شكرت الله ومشيت صليت واحد جوج ركعات، الحمد لله وشكرا لله، وفرحت بزاف الصراحه، يعني ديك الشعور لا يوصف الصراحه. هو واحد فخر لي لانني نكون حاضر في هذا الحفل ونكون من بين التلاميذ الاوائل على صعيد طنجة، وملي شفت انني كنت معروض لهذا الحفل هذا فرحت بزاف. كنشكر جمعية طنجة الكبرى على الاهتمام ديالها بالشباب اللي قدروا يجيو الأوائل، وكتشجع أكثر الشباب المقبلين على البكالوريا أنهم يخدموا أكثر باش يقدروا يحضروا في حال هذا الحفل هذا اليوم. أنا نقدر نقول لك أمي ماش غنقول لك أنا دابا مرحبا. إذا كان سيمانة هذه حالة ودايزة إيه سدو سدني ما يكون عندك باش يا دكتور، ما يكون عندك باش، ما يكون عندك باش. اجي ملي دخلت صفر للدار علاش ما عيطتيش الماء فهاد الشيء؟ الو مريتي ترجع ليا، انا مريض، انا مريض، عيطوا لي على الطبيب. علاش انت شكون انت؟ انا مريض، انا عيان، سير فحالك صافي. انا شفتك هذه سمانه قلبي سكتك.
شويه على اللعب شويه وصيها شدوها يا شدوها خلوها تجمع زينها دون يزور ما بقى لي صبر ياك حلت عيون زينها يضمر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.